السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في لا شين إيديكاتيف دو لا لانغ فرونسيز مسيو مصطفى. إذا درس اليوم سوف نتكلم على لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف، الفعل كان في الحاضر. إذا سنتعلم كيفية تصريف فعل كان في زمن الحاضر مع جميع الضمائر. الفعل كان يستعمل للتعبير على الحالة. محمد اي كونتون، محمد فرحان، هنا عبر حالة الفرح لمحمد. ال اي مالاد هي مريضة، حالة المرض لضمير ال. نستعمله كذلك للتعبير عن المكان. لي بابي سون سي سور لو بيرو، الأوراق على سطح المكتب. إذا أين هي الأوراق؟ الأوراق اي سان، هنا سي لو فيرب اتر. اذا لي بابي سان سور لو بيرو، الاوراق على سطح المكتب. لو شا اي سو لو لي، القط تحت السرير. اي حالة المكان، اين هو؟ اذا لو شا اي سو لو لي. كذلك نستعمله للتعبير عن الزمن، مثلا il est 9h du matin، انها 9 صباحا. هنا حدد لنا الزمن وهو 9 صباحا. التعبير عن أنفسنا وغيرنا أو عند التعريف بمهنتنا أو هويتنا الشخصية، مثلا عندما نريد أن نعبر على أنفسنا أو على شخص ما، أو نريد أن نعطي تعريفات عن أنفسنا أو عن مهنتنا أو هويتنا الشخصية. إذا je suis ingénieur، أنا مهندس. إلي marchand de légumes، هو بائع الخضر. Je suis le camarade de Massinissa، أنا صديق Massinissa. كذلك نستعمله للتعبير على ملكية أشياء تخصنا نحن. Le livre est à moi، الكتاب لي أنا. إذا الكتاب est à moi، هو ملكي أنا. كان في الحاضر. La conjugaison de verbe être au présent de l'indicatif. Je suis، أنا أكون. هنا نستعمل ضمير جو للماسكيلا اي للفيمينا، يعني لكلا الجنسين. تي انت تكون بالنسبه للمذكر، انت تكونين بالنسبه للمؤنث. اذا هنا تي نستعمله كذلك للضمير للجنسين المذكر والمؤنث. ال اي هو يكون، ال اي هي تكون. نو سوم نحن نكون، إذا هنا نو نستعملها كذلك لجماعة مذكر أو جماعة إناث في المتكلم. فوزات أنتما تكونان أو أنتم تكونون، كذلك نستعمله في المخاطب لجماعة من الإناث أو جماعة من المذكر. إل سون هما يكونان أو هم يكونون. إل سون هما تكونان، هن يكن. شكرا لكم على المتابعة، نتمنى إن شاء الله الإفادة للجميع، والسلام عليكم إلى درس آخر إن شاء الله.